مرحبا متابعينا، اليوم عندنا فقرة الميك اب توتوريال من برنامج نفانيث. اليوم راح اعلمكم الخطوات الميك اب السمبل، خليكم ويانا. لازم ننظف بشرتنا قبل الميك اب. كنت مخليه طبقه كلش خفيفه من الباودر، فلازم ننظفها على مود اشوفكم الخطوات. طبعا الخطوه الاولى راح نرطب بشرتنا بالبرايمر. هاي الخطوة الأولى، نترك البرايمر فت تقريبا نقول 5 دقائق، أوكي، بين ما ينشف بشرتنا، وبعدها نستخدم طبقة من الفونديشن، طبقة كلش خفيفة. راح أشوفكم الخطوات. طبعا نخلي طبقة من الفونديشن، طبقة خفيفة، وانتو تعرفون احنا موسم حار، فلازم طبقة خفيفة نغطي، بس نقول الهالات، الشوائب، الآثار اللي عندنا، تغطية بسيطة. طبعا خلصنا هسه الخطوة الثانية من الفونديشن، راح نخلي الباودر. بس بناتي عندي ملاحظة، اكو بنات هواي اللي يستخدمون الباودر والفونديشن الابيض، طبعا هذا الشيء كلش غلط. حتى لو اذا كانت بشرتك انت بيضه، لازم تكسرين لو الباودر لو الفونديشن. على الاقل اذا تحبين البياض استخدمي الفونديشن شويه نسبه سمار بي، طبعا نسبه السمار راح يغطينا شكو شوائب، الحبوب هاي راح يخفينا اياها، راح يصفينا البشره، وبعدها استخدمي الباودر الابيض على مود واحد بشرتنا. هسه نخلي الباودر، طبعا الفونديشن من نخليه نتركه لازم هم فت 5 دقائق او 3 دقائق بين ما ينشف بالبشرة، وبعدها نستخدم الباودر. طبعا احنا خلصنا هسه من مرحلة ثالثة وهو الباودر. طبعا هسه احنا مرحلة الترطيب الشفة. بنات هواي يجوني اسوي لهم الميك اب، يجوني شفتهم كلش ناشفه وتقشر، فبالضروره لازم ترطبين شفتك. طبعا هسه نبلش بمرحله الكونسيلر. طبعا اني ما احب اخذ حاجبي ابد، لان حاجبي لونه غامق، فاحب بس احدده بالكونسيلر وبعدها اطوخه بالمسكارة مال حاجب. طبعا هسه راح ابلش احدد الوجنة من اللون البني. طبعا هذا راح نبلش دمج الالوان بالشادو.
طبعا هسه راح نبلش بالكحول. اني الكحول احب انزله شوية عن الجفن بجوا وادمجه واخلي شادو عليه، يصير بصورة كلش حلوة. شفتوا بنات، هسه احنا دمجنا الكحول وخلينا عليه شادو. لتشوفون سحبة العين صارت بالكحول، حاولت اسحبها لي فوق وبالشادو موهت الكحول وسحبت لي فوق بدون اي لاينر. شفتوا شلون صار مسحوبة؟ يعني هذا الشيء تقدرين تستغنين عن اللاينر اكيد. يعني طبعا هسه خلصت الشادو وكملت المسكارة. اني ذكرت ما احب اخط حاجبي لان حاجبي لونه غامق، فحددته وراح اخلي بس جل الحاجب. راح ابلش هسه احدد الشفه. طبعا هسه خلصنا تحديد الشفه او الكونتور مال الشفه، حنبلش بالحمرة. خلصنا الحمرة، هسه اخر مرحلة هي الفيكس بلاس. ان شاء الله حبيتوا الفقرة وكانت الفقرة كلش حلوة وسهلة، تقدر اي بنية تستفاد منها من الموظفة او ربة البيت او الكليات. خاصة احنا بموسم حار لازم تكون التغطية كلش بسيطة والميك اب لازم يكون كلش سمبل. ان شاء الله حبيتوا الفقرة وخليكم ويانا فقرات من برنامج نفانيف.